اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا لا حديث سوى عن مباراه الامس ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، وقلت في البدايه الكوره طبعا بالتاكيد مكسب وخساره، ولكن وانت بتكسب بتحتفل، والسنه اللي فاتت احتفلنا الحمد لله يمكن في 5 بطولات، وكان موسم تاريخي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ولكن البدايه هذا الموسم يعني البدايه ممكن تكون صعبه. فقدت لقب كنت الاقرب اليه، الحظوظ كلها والترشيحات كلها كانت بتصب في مصلحة الأهلي، ولكن الكورة دايما معودانا على المفاجآت، ولكن في عوامل كتيرة ممكن تكون من أسباب خسارة امبارح. جزء التحكيم كان جزء الناس كلها بتتكلم عليه من امبارح، ولكن ليس هو العامل الأساسي في الخسارة. يعني انت بالتأكيد لو عايز تشتغل على الموسم بشكل جيد لازم تعتبر ان خسارة امبارح دي درس قوي جدا عشان تفوق بدري، لان في بعض الاحيان لما تبقى كسبان كل حاجه ممكن تدخل الموسم الجديد وانت الثقه زايده شويه، فمحتاج مباراه ترجعك من جديد وتعرفك ان الكوره فيها مفاجآت، وانك لازم لما تنزل لارضيه الملعب تفتكر ان الملعب ده احيانا بل كثيرا ما يعطي للفريق الأقل حظوظا فرص للفوز ببعض البطولات، وده حصل في ماتش امبارح. فريق اتحاد العاصمة نقدر نقول على المستوى الفني ليس بقوة وقيمة الأهلي الفنية. نحترم فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتأكيد، فريق شقيق، ولكن على المستوى الفني بيفتقد لأمور فنية عديدة في مواجهة الأهلي، ولكن قدر بضربة جزاء يكسب الماتش والبطولة. وعبد الحق بن شيخ احنا قلنا قبل كده الكلام ده كذا مرة، من المدربين اللي بيقدروا يلعبوا على النهائيات. كسب كاس السوبر الافريقي مع فرقتين، كسب مع نهضه بركان وكسب المره دي مع اتحاد العاصمه الجزائري. في الكونفدراليه برضو حقق الانجاز ده مرتين، ومرتين بشكل مختلف، كسب مع نهضه بركان وكسب مع اتحاد العاصمه الجزائري. مدرب عنده خبرات كبيره، فكان لابد بالتاكيد ان انت تعمل الموضوع للموضوع ده الف حساب، ولكن مباراه وبطوله وعدت ما ينفعش نقف عندها كتير، لكن الجهاز الفني محتاج يقف عندها كتير قوي. يعني احنا ممكن ما نتكلمش فيها كتير، ولكن الجهاز الفني محتاج يتكلم فيها كتير قوي مع اللعيبه، وده اللي قاله امبارح مارسيل كولر في حديثه مع اللاعبين بعد نهايه المباراه في غرفه خلع الملابس. واكيد خلال الفتره اللي جايه في كلام كتير جدا هيتقال ما بين الجهاز الفني واللعيبه على تخطي هذه المباراه ونسيان هذا اللقاء، ولكن الاستفاده من الأخطاء اللي حصلت في مباراة امبارح.